عشق بالروح وانت حشاشة يوم وانت يا مان القلب وعيوننا اللي تشوف انت عشق بالروح وانت حشاشة يوم وانت امان القلب وعيوننا اللي تشوف يا وافي بطبع عشق بالروح وانتي حشاشة يوم وانتي أمان القلب وعيوننا اللي تشوف يا وافي بطبعك يا عمرة بالزين يا حلوة في كل شيء يا بلادنا البحرين يا شامخة بالطيب من ماضي الأجداد يا حاضرة بالنور يا ملازمة الأمجاد فوق السماء تسمين يا بهجة سنيني أفخر وكل عز لو قلت تعبر خليج الخير بالحب تحملنا تطرخ بيارقنا وتعانق الأفلاك وتنشد بحب وشوق يا السار يا محلاك أهل الخليج حنا نعيش دون حدود بقلوب متوحدة على الوفا والجود ربع بالحب تحملنا لا شوف انا ترى القطع من ذاك اليوم على ايه؟ على بالي باخذ لي واحده حق العيد حتى المحنصه ايه؟ الجزيره اللي قاعد تقدم جوائز بعد سلام عليكم سلام يعطيك العافيه جاسم ما سالتك ايش تفطرت اليوم على طاري الاتشار اي والله على طاري الاتشار اليوم جايبي لي على الفطور هذا باكر احنا باكر مو باكر لا على الفطور فطور باكر ثريد جايبين لك اكيد ولحم ايش نفس التشريبه هي تشريبه ايوه يا جماعه لحظه ترى نسينا روحنا احنا على الهواء مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا جاسم شلونك نيله شلونك هلا مرحبا هلا مرحبا الله يسلمك مساكم الله بالخير اول شيء خلينا نقول هالابيات هذه بلاد الخير والنور وبيت العز والسور الكويت الحب تجمعنا وهذا الحب اسطوري حدوده هديتي مجد سواحله إلى الخور ووربه ثم بابيان وجهره بين الجوري
حياكم الله ومساكم الله بخير. هلا الله يسلمك يعافيك. انتم قاعدين وتخلوني اقول شعر، خلاص اليوم اخر يوم اقول لكم شعر. لا بالعكس، احنا احلى شيء نسمع على الاشعار اللي تتغزل فيها بالوطن. اي والله اكيد جزاك الله بالنور والسرور. اكيد احنا نحب نسمع هذه الابيات الشعريه وانت تتحلى على الكويت الحبيبه فعلاً. واكيد نقول حق مشاهدينا الوقت الحلو اللي يجمعنا معاكم على الهواء مباشره في الساريه خليجي، مستمرين مع ضيفتنا دوله الكويت العزيزه علينا حكومه وشعبا. هذا وطن النهار اللي كل خليجي يتغنى فيه فعلا. يا نيلة كل خليجي يتغنى فيه. الكويت كبيرة، مكانتها في قلوبنا كلنا، خصوصا في هذا الوقت راح نتكلم عن موروثها واللي نبرز فيها إرثها الأصيل، ونأكد على ما يجمع بين بلدتينا من علاقات، من روابط أكبر من أن توصفها أي كلمات. حياكم الله مشاهدينا، وفي انتظار اتصالاتكم، ولكم ما يسعدكم ويطيب خاطركم. هذه بالفصحى ختمتها بالفصحى. على هالكلام اي والله اهلا وسهلا بالجميع مشاهدينا ومتصلين هذا البرنامج. حسن، الموروث الشعبي الكويتي هو رمز حي يمثل الهوية والتراث الخليجي الواحد. صح. هذا المحور الهام اللي يحمل العديد من التفاصيل ويعكس أبعاد التنوع والثراء في المنطقة من عادات وتقاليد ومن تراث بحري وأزياء وحتى الأكلات الشعبية. صحيح. اللي تلمنا ما عدا أكل الأكل اللي قلتوا لي إياها ما أدري شو. هي نفسها فريد، هي نفس التشريبة. ما عشتراني أقول لكم باتش تقولوا لي شو اسمه. سفرة واحدة ترى. أي والله بس الأسامي تختلف. يا جاسم الباتش غير يا حبيبي. الثريد شوي غير. كل واحد بس نجتمع في الاكل والله الحلو. بس حلوه عجيبه يعني. فانا اليوم ثقلت. نعم. كيفكم انتم تكملوا الحلقه؟ لا لا هني وعافيه. خليك معنا. طبعا قبل ما نبتدي مشاهدينا حلقه اليوم، اتوجه بالشكر الجزيل الى الداعم الاول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه، ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، على تشجيعه وعلى حبه وعلى دعمه على رعايته الكريمه لبرنامج الساري للسنه الرابعه على التوالي. على فكره حسن، ترى صدى البرنامج ما شاء الله الخليج كله. الحمد لله رب العالمين. يعني امس لما صورت يتلي ردود على هذا البرنامج، ما شاء الله متابعينه خاصه من الكويت وايد. الحمد لله رب العالمين. والكل يبي يشارك وهالهدايا وهال، وقاموا يحسبون يقولون ما شاء الله، يعني اذا كل فايز 500 دينار. صح صح ما شاء الله. صحيح. يعني كم نوزع بالحلقه؟ 3000 تقريبا نوزع، غير السياره. غير السياره. على فكره جاسم نيلة بعد تري عن بشيء، يعني احنا حتى المتابعين اليوم تخطينا الخليج والحمد لله من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. نشوف في ناس تابعنا من اليمن، من السودان، من ليبيا، يعني الحمد لله ان التراث وفلسطين ايضا، يعني تخيلنا تراثنا ايضا وصل ابعد من الخليج. اي أيوة والله هذا الهدف من هالبرنامج. اكيد أيه الحمد لله. واكيد يعني نحب ايضا نشكر رعاة البرنامج اللي ما قصروا معانا في البرنامج وهالهدايا اللي تشوفونها مقدمه. نشكر شركه بيون ماني، شركه بابكو انرجيز، بنك السلام، شركه طيران الخليج، شركه بي ار جروب، وبيت التمويل الكويتي، وفندق ذكي، واكيد المنتج المنفذ شركه سهيل ميديا. يا سلام. أيه. كلهم مدلعين مشاهدينا. أيوة وكل اللي يتابعونا ويشاركون معانا. اشتاقنا. اشتقنا. البرنامج هو مثقل بس قال مثقل. لا لا بس العريش موجود. اي اكيد والغبقة موجودة. حاسس احنا وين بنروح. شوف امس عاد ماكو احد ما كلمني قال لي ليش ما جبت لنا زبيدي. شوف عاد اليوم لازم نعرف ايش راح تكون الغبقة. ما نعرف احنا الغبقة اليوم. اليوم انا ادري بس ما راح اقول. نزل غششنا قبل. غششنا شوي. شيء بسيط. عادي عادي ما حد يسمع. تشيكن ما حد يسمع. تشيكن هاي الترشيش. ما عرفتك وانت تقول تشيكن. دياية. على دياي دياي. شنو دياي؟ مكبوس دياي. مكبوس دياي. الله. مكبوس المكبوس الدياي الكويتي غير. حتى لونه صح. لونه غير، طعمه يعني كذي. والحشو قريب للقلب. شوف خليني اقول لكم، ترى المكبوس الدياي يفرق من بيت لبيت تدرون. نعم. عدل والله. اي يعني فكل واحد له نكهه، بس هو يظل ان اكله واحده هي المكبوس. صحيح. يعني مكبوس دياي يا معبوج يا معود. لا ما اقدر. وفوقه دقوس. يا سلام يا معود. يعني ماكل شنو ماكل؟ تشريبه. تريد تريد شنو تريد؟ مره قال شو اسمه، مره قال باكر. تريد تريد خلاص وصلنا. تريد تريد. زين الحين لحظه، احنا كنا سوينا الغبقه هني. خلنا نروح هناك في العريش مع ام هلال الغاليه والشيف اكيد باذن الله تعالى. الطباخه يقول لك الحين قاعد للحين قاعد يغشون الجدر. حط الجدر ان شاء الله. اكيد احنا راح ننتقل حق الغاليه ام هلال وراح نتعرف على غبقتنا اليوم. صحيح. طبعا جاسم ما قصر، اعطانا خلينا نقول تلميحه بسيطه كذي، وقال لنا غبقتنا ليله
ان شاء الله مشبوس دياي، بس مشبوس دياي كويتي باذن الله. بنشوف خطواته وبنسمع عن الطباخه اكيد اكيد طبعا. بس خلينا نذكر الناس ايضا عن طريقه المشاركه معانا، يعني راح يكون اكيد موقع الكتروني اسفل الشاشه بعد شوي، تسجلون فيه كل بياناتكم المهمه عشان تقدرون تتواصلون معنا وتجاوبون على الاسئله، وباذن الله توصلون ال 500، غير مسابقه الانستغرام اللي عليها سؤال تجاوبون عليه وتفوزون بال 100 دينار ان شاء الله. حسنا انا بقول شغله بعد، في ناس قاعد يقولون ليش ما تتصلوا علي، احنا ناطرين احنا فكله هو عباره عن سحب اكيد المتصلين، فما في احد قبل ثاني، انت سجل وانت وحظك انطر يم التليفون انت وحظك. وعشان كذي احنا كل يوم نذكر بطريقه الاشتراك في البرنامج، لان ما تعرفون يمكن اليوم تسجل باكر يطلع لك حظ ويسحب على اسمك الكمبيوتر وتكون مشارك معنا. فعشان كذي نرجع نذكر وكل يوم نقول لكم سجلوا في البرنامج، وكل ما سجلتوا اكثر كل ما زادت فرصكم في ان انتوا تشاركون معنا في البرنامج. الحمد لله دام احنا لمحنا حق الناس شلون يشاركون، وكالعاده خلونا الحين صج نروح الغبقه هناك مع الشيف وام هلال نشوف المكبوس الدياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا بكم، والله يمسيكم بالخير. هلا وسهلا، هلا فيك، مسيك بالنور ويا هلا ومرحبا. الحمد لله والله بخير، ان شاء الله زينين الحمد لله. الله يمسيكم بالخير يا جماعة الخير، شلونكم؟ لكم الصحة والعافية. عافيك عافيك يا رب. بشري شلون طبخك اليوم؟ اليوم في ديرتك الثانية. بعد قلبي اليوم هم شغل دسم. الله أكبر. أي. يبي له بطن فاضي. إن شاء الله. هي من عقب الساعة 10 تفضي. صادقة صادقة أي والله. إي فشنو غبقتنا بإذن الله؟ إن شاء الله غبقتنا اليوم مكبوس دياي. الله أكبر ينعومك. ومعاه حشو، مع الحشو والدواء دواء والدقوس. الله أكبر. أي كاملة. وكبة العربانة هذه على المشهورين بها. أحبها أنا بالجريش هذه. أي الله. أي. يا سلام. انزين وخبز العروق. خبز العروق اي انتم تسمونه احنا نسميه كباب. كباب اي انتم تسمونه خبز عروق. خبز عروق يا سلام. احنا عد من ريحته من البهارات والاشياء. صاجه صاجه لا ومع بعد اليوم طبختنا ببهارات مصنع البحرين المحرق. الله. ابد بعد اليوم البهارات مول بهارات بحرينيه تكفخ. يا سلام. تسلم الايادي. تسلم عمرك. انزين في شيء حلو؟ في حلو اليوم يا جماعة؟ اليوم ما سوينا. اليوم ما سويتوا حلو؟ لا. كله موالح؟ بس خلنا نقطص فيه تخفيف تخفيف. يعطيكم الصحة والعافية. العافية. بوادعكم السلام. سلم عمرك. إي بروح حق ولدي حسن وبنتي نيلة وولدنا الله يسلمه جوسم. كمل. سلمتوا فمن الله. شلون؟ ايه حنطولون حنطولون. كنت بقول والله العظيم ختم على لساني. شلون حنطولون؟ اي والله. ومشبوس الدياي. مشبوس الدياي. شنو قاعد تقولون؟ لا هذه لازم ام هلال تنطرها. هذه امثال والسنع والبدل في الرد. ها عندهم ام هلال. عندهم ام هلال. شلون؟ فانت شو تقول؟ حنطولون. فبنفاجئك اليوم، فاحنا بنقول قدامه لو وصلت بنقول لك شلون؟ فتقول حنطولون. اسمع عشان تبتسم. يلا. طبعا كل ما طوق حلو مع ام هلال اكيد وتكلمنا بهالسوالف الحلوه وهالمصطلحات الجميله اللي كانت في التراث وما زالت، ونرجع احنا نتكلم عنها اكيد. صحيح. الرد والبدل. ها تذكر. ايه وقبله. اي والله. انزين عندنا اتصال ولا لا؟ ما ادري الحين شلون ناخذ اتصالات؟ ننتظر ام هلال شوي. اي احسن علشان تسوي لنا شنو الديره. الديره الديره الحين محطه تكون عندها. انا بنحطك حنطولون الحين محطه الديره من امس. خلاص انت وايد قاعد تعطوني كلمات. شوف انا اليوم اعطوني كلمة. اليوم اعطيك دفتر تراجع. كل شيء اليوم قول لنا شيء عشان احنا شوي ناخذ بعض المفردات.
شو نقول مثلا؟ انا ما راح اقول انا من جيت وانت تقولوا لي جاسم باقي الشركه. لا جاسم لا 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 هذه المشكله ما تقولوا لي كذي جاسم وجاسم هذه في خلف الكنترول احنا ما حد يقول. شنو عطنا كذي من المفردات الكويتيه الحلوه اللي تقولونها دائما بينكم بين بعض؟ شوفي لا خلي مساء قاعد نتناقش على الاسئله وقلتوا احنا نقول قرقيعان انت شنو؟ قرقيعون شوف عمان قرنقشو لا سويناها حلقه على فكره كانوا في قطر قرنقعوا تخيل شوف يعني شوف فيها كسرات ها بس كل واحد بس العاده هي واحده ايه قرقيعان ايوه بعدين تعرف خلاص يا حسن شلون حافظين ترى يعني اكثر واحد تزور الكويت اكيد طبعا متشرف جرك ان انا ما ازور الكويت اكثر منك انا اشوفه بالمسلسلات صح بالمسرحيه صح 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 متشرف طبعا الكويت الحبيبه عشان كذي اليوم ختام الحلقات الجميله خمس حلقات بتكون مع دوله الكويت بديناها امس واليوم ان شاء الله مستمرين الى ثلاث حلقات نتعرف اكثر على تاريخ الكويت فن الكويت اكل الكويت مثل ما قلنا الشعبي ازياءكم الجميله كل تراثكم الرائع ترى يعني حسن ترى الازياء نفس الشيء شوف انت ايش لابس ترى البيضه والهذا احنا هذا متشابهين يعني ترى يمكن النسفه اللي تفرق صحيح صح الثوب نفس الشيء مبلى احنا المخفي احنا ساعات انتوا اعرض شوي صح وقصه اليد ساعات تختلف ايوه وعندك الاماراتي غير الإماراتي مختلف والعماني مختلف طويلة العماني مختلف طبعا انا هذه فرصه اشكر بس البحريني والكويتي ترى هم اقرب اقرب شيء صح طبعا انا فرصه اشكر بيت الاصواف صراحه اللي هم مضبطيني في كل الحلقات صحيح ونيله طبعا اليوم ما يحتاج محمد صالح الزري اكيد محمد صالح الزري لانه مثل ما قال اخونا جاسم الكويت والبحرين يعني ازياءها متقاربه يعني هم عندهم يمكن ثوب التور اكثر منه عندهم الثوب التور الاسود اللي يكون مطرز وبعد فتره شوي دخل عندهم الثوب الشيفون ولكن مختلف شوي بالدقه والتطريز عن ثوب النشل البحريني فاليوم انا لابسه ثوب بالتطريز الكويتي والذهب بس اللون جامبو الاحمر اللون الاحمر لازم نجمع أيوة نجمع مع بعض ندمج دائما ندمج طبعا ام هلالك شوي ترى على وصول بعد تشوفها جاي تبارك سوء على مهلك سوء شوي شوي نبيها توصل بالسلامه طبعا ام هلال جايتنا من العريشه فالمسافتنا ما شاء الله عليها كاشخه جايبينها اليوم في المرسيدس يقول لك بعد وين الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام عاد هالمره دوري انا ما اقدر الله يه 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 حياك الله حياك الله يا ام هلال نورتينا وشرفتينا يا هلا ويا مرحبا يا هلا يا مرحبا حيا الله من يانا لحظه اخذ اوراقك ايه ولا ما بتسالين المتابعين اليوم خليها بس الاوراق بعدين تني حياك تفضلي الله يحييكم اكثر يلا هلا هلا يا امي تسمح حق المشاهدين يطالعونك هني سلام حييهم يا هلا مرحبا والمتابعين يعلكم تسلمون سلام عليكم يا هلا الله يمسيكم بالخير مساء الورد ومساء كويتي بحريني يا سلام يا هلا على هالمساء الجميل هلا يا هلا لا شلونك شلون يا جاسم ها قلت له شزين شلون حطه ولون حطه ولون حفظناه انت حفظته يا سلام يا سلام يعطيك العافيه تبارك الله تبارك الله يعطيك العافية الروعة شاللبس الجميل الوردي اليوم يحكي نعم. صحيح على سلوى بخير جلبيات الشيخة تحكي على سلوى بخير على سلوى بخير والذهب اليوم اللولو اليوم لولو اليوم تبوب لولو اليوم لولو بحريني البحرين للمجوهرات الله عليك تبابه ما شاء الله انت اللي تزينينه ولا يزينه تزينينه والله ولا يزينك ها بعد يدي خذها تزينينه ولا انا لازم قلم مره ثانيه لا بنحفظك بنحفظك لا على ظهر قلب نبتدي بالاتصالات نتوكل على الله يلا نقول السلام عليكم مساكم الله بالخير من معانا يا هلا مرحبا ورحمه الله هلا وغلا من معانا مبارك العلوي من سلطنة عمان مبارك هلا 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 عمان كيف حالك هلا ومسوي من هين في عمان والله من ولاية سويق تحياتنا لكم كلكم حبايب القلب
وسعيدين بسماع صوتكم. على راسي حبيبي. على راسي. راسك سالم ان شاء الله. نبتدي نروح مع الغالي ام هلال والديره. بسم الله توكلنا على الله. يلا بسم الله. يا هلا يما مبارك ويا مرحبا. الله يمسيك بالخير. هلا فيك يا ام هلال. هلا فيك والله. الله يحييك اكثر. ها ان شاء الله جاهز ومستعد ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. بس قبل لا نسالك بنروح نشوف الديره وين بترسيك. وافتري يا ديره. نعم افتري. عاد بعد اسم مبارك عزيز على قلبك. حفيدك. اي نعم. وانت في وين يا مبارك؟ الله يخليكم يا رب. انت في قطب. قطب هي جنوب. يلا توكلنا على الله. جنوب كنا عندي جنوب صح؟ لا جنوب عندي. عندك؟ ايه يلا. ولا ودك انا وانت واحد ترى. خلاص يلا خذ راحتك. انت هذه بيتك ومكانك. يلا نسأل. يلا مبارك جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا مبارك سؤالك الاول يقول ما هي المحافظة الكويتية التي تحتوي على اكبر عدد من الحقول النفطية؟ اعطيك ثلاث خيارات. هل هي محافظة حولي ولا محافظة الأحمدي ولا محافظة الجهراء؟ الأحمدي. الأحمدي. الأحمدي صح. يا سلام دبك وانت صح يستاهل المئة دينار. يا سلام عليك. حلوين احنا ما شاء الله عليك مبارك. المئة دينار عندك. ولكن السؤال الثاني. السؤال الثاني مع الغالي جاسم. يلا السؤال الثاني كنا في مقطع صح ولا لا؟ عدل. صحيح. عدل. خلنا نشوف هذا المقطع وراح أسألك عن هذا. الله انا بخلي بعض الناس بيزه بيسود. اللي بخليهم يصيرون اقل من هالنعال. الا بعد اذا ناويين على زوالهم يبون يسوي بنيتهم يتنباطه يسوونها. كان بيصيرون كناري ويطيرون. الا اذا بعد اذا ما سدينا دكانهم وخليناهم يبيعون ناري الخايس مثل رؤوسهم. ياو واذا ما نحشناهم بقلهم من هني وهم كنهم خمامين. ياو انا ما ابوي ازت للا تحسنتهم. افتكر المحسن هذا محسن دياي. ياو هذا اقوى مقطع الصراحه في مسلسل درب الزلق. فالدور دورك حطه. منو سوى هذا الدور؟ راح اعطيك اختيارات ولا تعرف الاسم. والله ماكو اسهل منه والله. الفنان علي المفيدي. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام عليك. وثبت ثبت انت صح. هذه جل حصارك. 300 ما شاء الله من الاعمال الجميله. الحمد لله. والله يرحم الفهم. امس شفنا بعد مقطع حق الفنان عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله عليه وعلي المفيدي ايضا رحمه الله. ما ينسي. ما ابدا. حافظين عن ظهر قلب. وليل يوم تشوف المقاطع دي او تشوف المسلسل ترجع تضحك. هذا هو الفن الجميل اللي احنا يعني تربينا واحنا نشوفه واللي رسخ في ذاكرتنا. 100%. السؤال عن مين؟ عند الغاليه. عند الزهر. يا سلام. نعم. سؤال عند ام هلال. ها كنا صعب. واو. صعب صعب. تعالى ترى ما في خيارات. اي والله يعني شو اقول لك يا يما مبارك السؤال. الله فينا يا يعني لا يا حبيبي ما في ما خيارات. ما اعتقد عارفه يعني ما يرضي ان ترجع 100 دينار. خلك مثل ما يقولون راعي النصيف سالم. لأن والله لو في إن شاء الله بصيص من الجواب نعرفه والله إن بكون لك يعني عون. أي صعب. خلاص خلاص عين ثبت على 3. راعي النصيف سالم. راعي النصيف سالم. انتم على 300. خلاص 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 الحمد لله. ألف مبروك عليك. 300 دينار تستاهلها. مبروك يا مبارك. فعلا فعلا تستاهل 300 فيكم ان شاء الله. حبيبي الغالي ولد عمان احنا كنا خايفين ان انت ترد. ها بس الحمد لله. السؤال كان في دول الخليج يطلق على التطريز الزري اليدوي للبشوت الرجاليه الخوار، فماذا يطلق عليه بدوله الكويت؟ صعبه.
والله صعب. صعبه صعبه أيوة تعرف شنو شنو الجواب؟ لا اعرف الاجابه كاي الاجابه ايش قول لي شنو الاجابه؟ هي الدربويه. هذه بروحها كان مضحك. تخيل ان انت بتقولها بيكون وايد صعب بترجع عند المعلومه. لا بس لا زين سوى زين سوى يرجع على لا يرجع خلنا على 300. يعطيك العافيه مبروك. طبعا فزت بجائزه قيمتها 300 دينار مبلغ مقدم من شركه بيون ماني وشركه بابكو انرجيز. الف الف مبروك تستاهل. الف مبروك وتستاهل يا مبارك ويا زينهم اللي نسمعوا كلام الغاليه ام هلال. اي والله لان تنصحكم عن حب ما ودها تزعل عليكم لاي احد يعني يرجع ل 100 دينار حتى لو اذا عرف شويه او اذا يبين ان تقدر. احنا هذه شلون تشرحها شلون وفي بعض الاحيان ترى مو موجود عندنا خير شر فننتظر من عقب ما نسال السؤال يقولون لنا اياه كنترول. اي والله طبعا عندنا متصل جديد وان شاء الله هالمره مع الغاليه ام هلال. سمي يمه. سمي ام هلال. الو الو يه. الو السلام عليكم وينكم يمه؟ تعالوا ان شاء الله يسمعون من التليفون. بس وين روحوا؟ ردي جربي مره ثانيه. جاسم الو وياش. الو يمه جاسم جاسم الو يمه جاسم شنو تناديني ام هلال؟ لا جاسم جاسم كاني انا موجود جابي ناخذ الاتصال جرب حظك. يلا نقول الو مره ثانيه. الو الو يا هلا يا مرحبا يا مرحبا ام عوني يمه زينب الانصاري. يا هلا ويا مرحبا بك يمه زينب حياك الله حبيبتي. ها الله يحييك الشيخه. من وين يمه تحكي لنا؟ من الرفاع بكواره. اهلا وسهلا باهل الرفاع يا مرحبا. يا ان شاء الله يمه انت مستعده ومحضره ذهنك مستعدة. ان شاء الله ان شاء الله. بس يمه قبل لا نسالك بنروح نشوف الديره وين بترسيك ومن عقبها بنسالك. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. يا الديره وافتري يا الديره على وين راح ترسي باذن الله؟ وين وين في الياه؟ انت في الياه يا زينب والياه شمال وهالمره الشمال يات عندك. يلا جاسم زينب زاهبه. زينب اي نعم جاهزه. شوفي انا راح يعني راح اركز على الاجابه زين اللي اركز عليها انت عاد تبتي عليها. من هي المراه الكويتيه التي اشتهرت بمهنه التطريز التلي؟ فاطمه فهد عواش البشير حنان جمعه. شو الإجابة كانت؟ بالحب أنا ما قلت الرقم. لا لا أنا طقت طقتين معناتها الثاني جاوب. صح. صح يا سلام ثبت وانت صح صارت 400 دينار. لاحظت ايش سوت؟ طقت طقتين في شيء في يعني إيه؟ شنو الإجابة الثانية؟ يعطيك حلوة حبيت الشرح. الحين شوفي هالمرة بعد طقة أشوف أشوف يضبط معي ولا لا. سؤالك الثاني معي أنا بيكون بسم الله بنت الأنصاري ركزي. سؤالك يقول إلى ماذا يرمز اللون الأسود في علم دولة الكويت؟ العلم شفناه مساء بعد طلع لنا في اللقطة. هل على الحداد أو المعارك أو النفط؟ طقي طقتين مثل مساءة. يلا بنت الأنصاري الحداد ولا المعارك؟ المعارك. وين الطقتين ما سمعت بالتليفون؟ يا صح ثبت ام هلال مبروك عليك ال 300. يا سلام عليك زينب. احنا الحين كسبنا ال 300 دينار والاجابتين كانوا خير الامور الوسط. السؤال الثالث معاي ما له خيارات بس انا بسالك حولك احد يساعدك ولا بروحك؟ والله في جماعه يمي في جماعه بسرعه يقدرون انهم يتداركون الموضوع في الوقت ان شاء الله. فيه يعني بتواصلين ولا بتكتفين؟ ترى السؤال ما له خيارات بس السؤال سهل ما اعرف بصراحه يعني ما اقدر اقول لك سهل وما اقدر اقول لك صعب. هذا عاد على معلوماتي ده. على معلوماتك ايش تامرين عليه؟ يعني السؤال خلاص راعي النصيفة سالم. الله عليك. الله عليك. يا سلام عليك يا حبيبتي تستاهلين.
تستاهلين. ولا ان انت تردين 100 دينار. اي والله الحمد لله راعي النصيف سالم. كفو عليك، كفو عليك، كفو عليك يا زينب. اقول لك الف مبروك. الله يسلمك. فزتي معانا بجائزه قيمتها 300 دينار بحريني مقدمه من شركه بيون ماني وشركه بابكو انرجيز، وايضا كوبون مشتريات مقدم من محمصه الجزيره بمبلغ 50 دينار بحريني. لا يفوتك محمصة الجزيرة معانا، مو مقصرين. اي والله. وعشان اقول لهم هالكوبونات اللي احنا كل يوم نسمع عنها، الكوبونات موجودة. هذه الكوبونات ما شاء الله، وعندهم هاي المحل كله انواع واشكال الاشارات، ترى بتوصي قبل لا تروح. انا ابي إيه بيضبطونك ان شاء الله محمصة الجزيرة. بنحط لك قطر شيء. ابشر 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 بالتمر. وبنحط لك قهوة بالهيل والزعفران. انا بختار لك اتشار مشكل. اي انت اختار لي. ايوه كبع الشطة بحرينية. في مانجا؟ مانجا فيه. في مانجا زين. في مانجا فيه، في كل خاطرك. هذه هو الكوبون اللي تكلم عنه، اللي ما شاء الله الكل الكل ها يستلم فيه في حال وصل ليل 500. يا جماعة فاصل ونرجع نواصل، حياكم. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.السارية.tv وإدخال البيانات التالية: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف، الرقم الشخصي. نترياكم في السارية. ما شاء الله ما شاء الله، الجدور شكلها راهية. ايه؟ ولا ايش رايك يا سمر؟ ما يحتاج. نعم. ايه؟ شيء جهز الاكل تقريبا. ايه يعني شويات وان شاء الله غبقتنا بنشوف النشاب مالها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعطيها العافية. ترى يعني الطباخ هذا اللي في وسط العريش. ايوه. وعلى النار الطريقه القديمه. ايوه نفس ما مهله دائما تقول في نطعه مختلفه. اي والله اذا كانت على الطريقه القديمه. صح. والله غير عن التشوله، غير عن حتى الكهرباء تدري. صحيح حتى التشوله الكهرباء يفرق الطباخ. صحيح. اكيد ساعات لما نروح البر يطبخون لك الشاي والكرك يسوونه على التشوله، على الحطب على الحطب وسط الرمل. شيء غير طعمه غير. والله صح. اي والله العظيم. صح.
طبعا اكيد مشاهدينا قبل ما ناخذ المتصل الثالث نرجع اكيد نشكر الدعم الاول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه على دعم الكبير وتشجيع لنا في برنامج الساريه من اول موسم ولغايه هذه الموسم. نرجع حق الاتصالات والمسابقه. يلا يلا نبي نعطي ترى ما كم هديه ما عليش الحين ما عليك ويا الناس احنا موجودين. زيد الو 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 مساك الله بالخير. مساك الله بالنور السرور. هلا فيك اسمك بالخير. جاسم السعيد. اوه سمي عيل ابشر بعزك يا سمي. الله يعزك ان شاء الله. الله يحفظك الله يسلمك. بس اول شيء نروح عند ام هلال. نعم اي صح وبعدين راح نرجع للاسئله. يا هلا ويا مرحبا بك ام جاسم شلونك عساك طيب؟ ان شاء الله ام هلال الله يحييك اكثر تسلم. الله يسلمك ان شاء الله مستعد يمه؟ ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله بس حضر ذهنك وان شاء الله كل شيء بسيط وسهل. قبل لا نسألك بنشوف الديرة وين بترسيك وفتري يا الديرة افتري يا الديرة بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل بنشوف وين احنا في مطلع مطلع يعني شرق عساس نسهل عليك كل الأمور. أول سؤال لك بيكون مع الغالي أم هلال. تمام جاسم؟ تمام نروح حق الغالي أم هلال. سؤالك يما جاسم مثل شو يقول المثل؟ المثل الكويتي يقول يقال عندما يتشابهون الأقارب في الخلق والعادة فما هو؟ مبارك أخو بلال مبارك أخو بلال ولا سعيد أخو مبارك ولا فهد أخو سعيد؟ مبارك أخو بلال ولا سعيد أخو مبارك الله. ولا فهد أخو سعيد؟ وينك يماه؟ أول وقت سعيد يمكن مبارك. أيوة. سعيد أخو مبارك ثبت يما لا تروح عليه. مبروك عليك 100 دينار. الله يبارك فيك. احنا بس بقول لك جاسم كل ما يبتدي الوقت ينزل احنا نتوتر. ايه تعرف يصير عندنا العد التنازلي فيوترنا ازيد فتشوف ام هلال حتى الوتيره السؤال عندك تبتدي تتواكل احنا نقول فخليك كذي حاضر وسريع. سؤالك الثاني بيكون عندي انا وان شاء الله يعني تجاوب بسرعه باذن الله. حلوين؟ توكل على الله. سؤالك يقول في اي عام بني قصر السيف للشيخ مبارك الصباح؟ هل في سنه 1906 او في سنه 1907 او 1908؟ 1906 ولا 1907 ولا 1908؟ يلا يلا جاسم لمحت لك وايد مرتين. جاسم قاعد ياخذ الإجابة من أحد. 1906 1907 ولا 8 7؟ 1900 كم؟ 1906 و7 أثبت لك على 7؟ 1907 يا يما خلاص خلاص يما ثبت انتهي الموضوع. يا الله جاوب عنك ترى جاوب عنك حسين يما يعني. لا وين ضيعك قاعد أقول لك من اللي قال لك 6؟ أنا اللي ضيع لحظة أنا أحب أزعل عليك أنا ضيعتك جاسم قاعد أقول لك 1907 7 أنا قلت لك 1907 بعدين لا أول شيء مرتين قول 6 يلا ما نختلف. ألف مبروك عليك 300 تستاهلها وسؤالك الحين راح يكون مع الغالية نيلة. جاسم شوف أنا على جوابك الأولي والثاني بديت أحاتي وأتوتر شتامر أنت ودك تكمل ولا ودك تكتفي؟ إذا كان السؤال صعب تكتفي. شوف هو السؤال لخص بالفن إن لك خص بالفن أقول لك واصل وإن ما لك يعني في الفن أقول لك اكتفي بالـ300. شتامر عليه جاسم؟ يا جاسم جاسم شوف خليني أقول لك يعني هي أغنية وطنية وراح نسأل عنها. لا ها يعني أغنية وطنية كويتية الأغنية صعب إذا أغنية
عيل اقول لك يا جاسم احنا كذي نقول لك مبروك ال 300 عدل؟ عدل الف مبروك الف مبروك يا جاسم. حاولت اني الله يبارك فيك بس انه زين ما دام انت مو عارف الاسم 300 دينار قدم من بابكو الحمد لله اكيد وشركة بيون ماني ألف ألف مبروك الغالي تستاهل تستاهل وعلى قولة مولا راعي النصيفة سالب أيوة راعي النصيفة سالب وإحنا كذي مرتاحين دامنا أنتوا مكتفين وقنوعين بالإجابات اللي عندكم وبمعلوماتكم. كل ما حضرتوا نفسكم زيادة كل ما زادت فرصكم بالفوز بالخمسمية صحيح. ناخذ اتصال جديد نرجع نقول ألو مساء الخير. ألو مرحبا. ألو هلا ومرحبا حيا الله الصوت من معانا مريم. حياك الله يا مريم. مريم من وين تكلمينا حبيبتي؟ من قطر. حياك الله يا مريم يا بنت قطر. مريم عساك مستعدة؟ بس أنا بحرينية. والنعم والنعم حيا الله هل البحرين. هل البحرين مريم إن شاء الله مستعدة؟ اي دامك مستعدة إحنا إن شاء الله في البداية بنروح حق الغالية أم هلال بس انتي صح صحي معانا شوي كذي وان شاء الله باذن الله فالك الخمسمية. سمي يمه. يلا بسم الله. يا هلا ويا مرحبا يمه مريم الله يمسك بالخير حياك الله. يمسك بالنور هلا ام هلال. الله يحييك اكثر يمه كوني ان شاء الله مستعدة ومحاضرة ذهنك وكل شيء بسيط وسهل بس قبل لا نسألك بنشوف الديرة الديرة يما بنشوفها وين بترسيج وافتري يا الديرة بسم الله جاسم افترت الديرة يلا افترت الديرة على حسب الاتجاه اللي بترسي يمكن شوف من زمان ما طلع فلوس على طول مغيب مغيب يعني غرب مغيب غرب ها غرب. ايه؟ من زمان لحظة قال من زمان ما طلعت فلوس على طول ايه يعني سارية 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 الحين احنا في الغرب اي في الغرب بعد غرب عندي 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 يلا صوبك يلا سم يلا سم الله عدوك مريم شوفي سؤال نعم. رياضي انزين بس انا راح اثبت على الاجابه شوي كذي يعني تشوفيني اثبت اوكي كم راح اقول لك السؤال ركزي وياي وراح اقول السؤال والاجابه راح اركز عليها حلو تمام يلا كم عدد البطولات التي حققها المنتخب الكويتي لكره القدم في كاس الخليج 5 10 15 10 صح 10 يا مريم يا سلام عليك ثبت الله يبرد قلبك ثبت ثبت يا يمه شاهدين 100 دينار حلوين كذي ام هلال حلوين وصلت حق ال 100 ولكن ال 300 عندك انت سؤال ال 300 ايه توكل توكلنا على الله السؤال يقول معانا يمه مريم ايه معاك ايه السؤال يقول متى تم تأسيس إذاعة دولة الكويت 1912 فبراير 1951 ولا 14 فبراير 1951 ولا 16 فبراير 1951 تختارين تأجيني الخيارات 12 فبراير 1951 ولا 14 فبراير حلوة ذي 1951 ولا 14 فبراير أحسنتي 1951 ثبت صح ثبت وهذه 300 دينار 300 دينار وأنا جيت عند أم هلال يا مريم عشان أقول لك معلومة حلوة كتبتها هني عن أول بث إذاعي في دولة الكويت كان في مساء يوم 12 مايو عام 1951 وكان مكان الانطلاق هو غرفة في مبنى الأمن العام في قصر نايف بالعاصمة الكويت يلا هذه المعلومة حلوة شكراً على المعلومة نايلة يعطيك العافية أم هلال كم كان الأر كم كان 14 فبراير أنا أقول لك 14 مرة واصلين لأن السؤال سهل من واصل وايد سهل السؤال ألو مريم لا سهل نواصل سهل توكلي على الله بسم الله وقلنا قبل شوي بعد المهم هو احتفال
شعبي يقام في نصف من شهر رمضان المبارك، فما هو اللي احنا نسميه في البحرين شنو؟ قرقعان. قرقعان. اهدفت على 500 قرقعان. قرقعان اللي قلتيه صح صح. الف مبروك. ثبت نفس ما قلنا ونفس ما تسولف من ساعة عن القرقعان، ويختلف من دولة لدولة. مكالي والله. فالكويت هي تقول قرقعان. شفتي سهل كان السؤال. نايلة الف مبروك. فازت زين. يا مريم صح؟ نقول لك يا مريم والله شنو ذي؟ تقول حلو انه وصل حد ال 500 اليوم. الحمد لله، لان كان السؤال سهل وبسيط، فحرام ان احنا ما نخليها توصل. لا وذهنها حاضر. صحيح حاضر. اللي حضر ذهنه ما شاء الله يفهم. عدل. صحيح عدل. اي لازم عاد اقول لها جائزتك يا مريم عباره عن 500 دينار بحريني مقدمه من شركه بيون ماني وشركه بابكو انرجيز. الف مبروك عليك يا مريم يا ألف حبيبتي. مبروك. ألف تصرفينها مبروك. بالعافيه تستاهلين يا مريم. عيديه مقدمه. بالعافيه وان شاء الله باذن الله بنواصل مع المكالمات. نقول الو مساء الخير. لا اوكي قبل الاتصال. اي قبل الاتصال. نروح للنشاب. اي والله النشاب نشوف. اي والله خلينا نشوف شنو وين وصلت. نروح النشاب يا جماعه. تعال شوي. وين نروح النشاب؟ يلا نروح نبع معاكم. نروح يلا بنروح النشاب وراجعين لكم. يلا تبارك الله. انشبوه انشبوه المكبوس الدياي. ايه مكبوس دياي النشاب اكد ذر هاللون بعد نشوبها طريقته حلوه والله. تبارك الله تبارك الله على هالنشوب الزين. الله راهي راهي والملاس نثري والملاس يحكي. ايه اللي في الجدر بيطلع الملاس. اللي يطلع الملاس خلاص طلع الملاس. خبز العروق هذي هم يسمونه خبز العروق، هو نفس المواصفات والمواد اللي تنحط، واحنا نسميه كباب. ايه الله اكبر. اكو بيرصون الدياي راس. الله الله اصفر. سلام يا علي ناضي كنيبه متخمع ناضي. الله هي تنظفها كل ذيك الصينيه. الله اكبر. ايوه ايه اكو حنحط اولي دوم دور مدوره تدربه. الله اليوميه السوداء. ايوه ايوه تدربت. ايه يا سلام يا سلام يا سلام. يعني يعني ايوه شوفوها تحت شي قبقتنا. يالله السلامة. انتم مو بس كذي حسن يعني ترى مو بس ام هلال قاعد تنطع. ايه حتى مخرجنا قاعد يتنطع. اوه هناك ما كلهم في حاله والله نفسيه صعبه. والله ظهري واقع حتى مخرجنا. يا الله السلامه. تو انا لك يا عدي يا الله السلامه. يلا ان شاء الله شويات والغبقه بتوصل عندنا ليه مكاننا، ولكن نواصل معاكم وناخذ مكالمه جديده باذن الله تعالى كيف نواصل مع المشاهدين. بس اكيد يعني نتمنى ان الكل يوصل معانا الى 500 في الحلقات الجايه او اليوم في المكالمه الاخيره.
لحظه، هو باقي لنا مكالمه اخيره صح؟ ان شاء الله مفروض. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا دائما نقول ان دائما خلكم حول تلفوناتكم وقت اللي احنا نكون على الهواء مباشره، عشان اذا انتم مشاركين معانا واتصلنا لكم على طول تردون علينا، في امكانيه ان انتم تاخذون ال 500 دينار اذا كنتوا حاضرين وذهنكم حاضر ومعلوماتكم حاضره. طبعا اكيد يعني، وطريقه المشاركه نفس ما قال جاسم الساعة، ترى مو هو أرقام عشوائية إحنا نتصل في الناس صحيح. لا، شاركون من خلال الموقع الإلكتروني، دخلون في بياناتكم المهمة علشان يقدرون يتواصلون معاكم من بعد ما يسحب الجهاز على أرقامكم. عشان شي نايلة تقول لكم خلكم جريب من التليفون، يمكن في أي لحظة وانتم مشاركين، خصوصا أنتم عارفين أنكم مشاركين نتصل لكم وتفوزون معانا، إذا مو 300 على الأقل 500، ولا سمح الله يعني 100 بعد. يلا إن شاء الله إن شاء الله على المكالمة الأخيرة إن شاء الله يصير 500 وخلاص. نتمنى إن شاء الله. شوف لحد الحين الأسئلة حلوة وخفيفة، والمعلومات نفس ما قلت يعني تقريبا إحنا أغلبها نعرفها صح. يعني ما شاء الله معلوماتكم وايد سهلة وبسيطة بالعمالة، يعني يمكن بس شوية بعض الأسئلة ممكن تكون شوية صعبة على الناس، نفس ما قالت نيلة ما نحب إنهم يجاسفون أبدا ويخسرون أو يرجعون لل 100 دام 300 في اليد. لا، والحلو إن إحنا مو بس عندنا مسابقة هني على شاشة التلفزيون، اللي ما سمحت له الفرصة إنه هو يشارك معنا في البرنامج، برنامج السارية على شاشة التلفزيون، اللي الحين عندكم فرصة تشاركون على المسابقة اللي موجودة على الإنستغرام اللي هي السارية تي في، تدخلون على الموقع أو على الإنستغرام السارية تي في وتشوفون السؤال الموجود وتجاوبون، وبإذن الله يكون فالكم الفوز بالمية دينار اللي على مسابقة الإنستغرام. هذه فرصة بعد نشكر المتابعين صراحة اللي قاعد تتابعون حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، وأشوف عندهم تفاعل حلو كبير ما شاء الله، يعني من خلال الفيديوهات وحتى على أجوبتهم للأسئلة واللي تواصلوا مع الأسئلة. جاهز الاتصال؟ جاهز. نقول ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا هلا. هلا وغلا، من معنا؟ أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من وين تكلمينا؟ من البحرين؟ البحرين. نعم، مدينة عيسى. أم عبد الرحمن يعطيك العافية، ما أبي أطول عليك، روح على طول عند الغالية أم هلال والديرة. بسم الله. يا هلا ويا مرحبا أم عبد الرحمن، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور يا أم هلال، حياك الله. الله يحييك أكثر عيني. وإحنا بعد مثل ما قال ولدي حسن، ما نبي نطول عليك، قبل لا نسألك بنشوف الديرة أمي وين بترسيك، وافترى يا الديرة. افترى يا الديرة. نيلة وين تتوقعين اتجاهها بيكون؟ الله، أحلى علمين، علم الكويت وعلم البحرين. وانتي في الياه، وين الياه؟ بسألك لآخر مرة اليوم. الياه عندك. وين الياه؟ لا لا ركزي معانا. قالت ايه شمال. نعم. سؤالك الأول بإذن الله بيكون معاي، جاهزة؟ إن شاء الله. يلا إن شاء الله بإذن الله. سؤالك يقول إلى ماذا يرمز اللون الأحمر في علم دولة الكويت؟ لك ثلاث خيارات، هل دم الشهداء ولا دم الأعداء ولا دم الغزال؟ يلا، دم الشهداء، دم الأعداء ولا دم الغزال؟ دم الأعداء. دم الأعداء. سلام عليك. يا سلام عليك. ثبت ثبت صح. ممتاز، حلوين. 100 دينار صارت عندك بكل ثقة. قولي الإجابة. هي خافت من كلمة الأعداء. إيه لا بس أنا ترى مو أعداء، ما في أعداء، إحنا أحباب. سؤالك الثاني رمز طبعا، سؤالك الثاني بيكون مع الغالية أم هلال ونرجع نتواصل معك. يلا بسم الله. سؤالك يقول، حضر ذهنك وفي خيارات ترى، من أشهر صناع، من أشهر صناع السفن في دولة الكويت؟ فمن هو؟ هل هو الحاج محمد عبد الرحمن ولا الحاج علي عبد الرسول ولا الحاج فؤاد محسن؟ هاي امه صوت انقطع. انقطع. الحاج محمد عبد الرحمن ولا الحاج علي عبد الرسول ولا الحاج فؤاد محسن؟ الحاج علي عبد الرسول. احسنتي. ثبت. هذه 300 دينار بكم؟ الحمد لله.
احسنتي قالت لك ام لال احسنتي ها سؤالين الحمد لله 300 ها الحين وصلت حق ال 300 ايه؟ لك الخيار انك انت توصلين لل 500 ولا ترى اذا خسرتي راح توصلين الى ال 100 السؤال سهل. يعني هو زين والله لا لا سهل. 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 سهل 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 يلا سهل سهل نساله توكل على الله غطاء اسود للراس يلبسونه البنات الصغار ويكون مطرز حول الراس من قدام شنو هو بخناق يا سلام يا سلام حلو حلو مبروك هذا الكلام العدل داخلين الخمسميه ألف ألف مبروك أم عبد الرحمن ما قصر عنك الشر ألف مبروك 500 دينار مقدمة من شركة بيون ماني وشركة بابكو إنرجيز وبعد فوقهم كوبون مشتريات من محمصة الجزيرة اللي منورينا بعد في القرية التراثية بمبلغ 50 دينار مبروك عليك وبالعافية الجائزة مبروك يا حبيبتي يا أم عبد الرحمن تستاهلين كنتي حاضرة معانا الريحة كاهي إيه لا الريحة لأن الغبقة خلاص لا معان بعد أيوة. لبس البخنق الإجابة كانت عليك أنت دورها مساء شايبة شوف الله يحفظك يعطي دقوس الدقوس دي اللي قلنا قلت لك انا مجبوس الكويتي ما يحلى الا بالدقوس يعطيك العافيه شوي شوي عساك على القوه اكيد مشاهدينا مثل ما تشوفون هذه غبقتنا وصلت وتسلم يدها الشيف يعطيك العافيه يا حبيبتي ما قصرتي على هالطباخ الزين والسن يعطيك العافيه تفضلي تفضلي وسطنا يعطيك العافيه ما قصرتي والله خوش طباخ اليوم وامس امس جاسم ربعه كلهم متوترين يقول شلون ما جبت لنا ليش ما جبت ايه اليوم طبعا مجبوس دياي مجبوس دياي يعطيك العافيه صراحه ريحه ناطعه حلوه مثلكم يعطيك العافيه مثلكم والله الله يعطيكم العافيه الله يعافيك وسلمك كل ما قصرتوا والله اي والله هذا الطباخ الكويتي وهذا المجبوس دياي الحين اللي راح تذوقونه ان شاء الله ومع الدقوس عارف شنو الدقوس يسوون فيه شنو يسوون عاد الحين عقلنا ها صعب سولف على الاكل على الاكل عشان تي قال ناكل خبز عروق في خبز عروق صح قالت عن ساج على القوه قبوط العربانه بعد ما شاء الله الله يعطيك قبوط العربانه امس تدري شوف هذه شنو قبوط العربانه انا ما ادري ايش فيني يلا لا انت كنك يعت كنا ثقيل راح خلاص احنا كذي نقول لمشاهدينا وقتنا معاكم انتهى واكيد ما يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الدعم الأول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه الكبير وتشجيع لنا ورعايته الكريمة لبرنامج السارية نشكر بعد كل الرعاة بإذن الله على البرنامج وهما شركة بيون ماني شركة بابكو إنرجيز بنك السلام شركة طيران الخليج شركة بي آر جروب بيت التمويل الكويتي وفندق ذكي والمنتج المنفذ شركة سهيل ميديا يعطيك العافية جاسم شكرا الله. شيفنا وأكيد الختام عند الغالية أم هلال أكيد. إن شاء الله نلتقي بوتشر بإذنه الساعة 10 على تلفزيون البحرين وأمناكم الله أمناكم الله جاسم يعطيك العافية قواك الله يلا بس نروح المجموعة